حياكم الله يا شباب في الفيديو الرابع من سلسلة الهارد كومبات اتشيفمنت. في الفيديو اللي طاف خلصنا البوسات السهلة مثل سراجنت وكي بي دي وسكوربيا. في هالفيديو ان شاء الله راح اسوي الكويست انايت ات ذا ثيتر عشان اكمل الانترو مود مرة واحدة تاسك الانترو مود، وراح اسوي وينتر تود وتمبورس ونشوف يمكن نجيب الموسيكيز ونجيب الموسيكيز ويا المفتاح مال اوبور. فخلكم وياي وشوفوا ايش يصير، تابعوا تكملة الفيديو. طبعا يا شباب طلع مو لازم اسوي الانترو مود حق اكمل الكويست، وانا رحت اسوي الكويست قلت عشان اسوي انترو مود مرة واحدة. لو ادري مسوي انترو مود يعني سيدة دايركت يوم لاسركس، بس عادي يعني ما رد بس الكوستات كامل. المهم الحين بروح اسوي انترو مود، خلكم وياي. طبعا يا شباب خلصنا تاسك الانترو مود اللي هو الهارد، خلصت كم تاسك بعد اليت بس تون وكم تاسك، بس الحين علينا من الهارد خلصتهم، فنشوف اللي بعد وينتر تود او تمبورس ما ادري، نشوف نخبركم. طبعا الله يهديني يا شباب نسيت الاكس كره جبته، فاعتقد في تاسك هي للبايرامنسر مرش اسمه، فبحارس واحد منهم وموت وبهيلة في هالجيم. بهي البار منصر شباب وهذا كومبات تاسك. طبعا طلعت وجيت لان نسيت الاكس، ف شو اسمه. طبعا الحين يا شباب في كم تاسك عادي اكمل جيم نورمال يعني ويستوون، فمنسوي جيم نورمال الحين ونشوف اللي يطلع يانا كم تاسك يستوي. اذا ما استوى التاسكات بعدين بلتفت ليهم بحاول اسويهم، فنشوف اللي يطلع يهنا ونرجع عليكم. اعتقد في تاسك اصلح البريزير، فبقعد هني اسوي فليتش ومن ينكسر البريزير بصلحه. انكسر البريزير يا شباب بصلحه، اعتقد هذا تاسك. حلو حلو. طبعا يا شباب حاولت اجيب 3000 بوينتس في هالجيم ما قدرت في الماس وورد. طبعا خلصنا هالتاسكات، خلنا نشوف ايش باقي لنا من تاسكات الوينتر تود. اول وينتر تود باقي لي تاسك اللي هو ما اخلي البايرومنسرز يموتون ما يطيحون، و 3000 بوينتس، فبشوف الوضع شلون اسويهم وبرجع عليكم. طبعا يا شباب خلصت ليفينج نو ون بيهايند، قاعد تركض وهيلهم كاني مجنون، والحمد لله استوى يعني باقي واي فليتش، بروح اسوي سولو وانتر تود. خلكم وياي وبرجع عليكم. طبعا يا شباب خلصنا كل تاسكات الوينتر تود، باقي تاسك واي فليتش لازم احصل اكمل جيم، وانا عندي 3000 نقطة واكثر، وانا للامانة ما اعرف اسوي سولو، فراح يساعدني الاخ بدر اي بي 1 نسويها دوو، نشوف ايش يطلع يانا ونرجع عليكم. شنو الخطة اخوك؟ شوف الخطة، راح ندش الحين الاربع زوايا، راح نقط، راح نولعهم، ننزل الاتش بي. حلو حلو. وهو المثد المضبوط بالسولو توصل 20 اتش بي، بعدين تحط في الفاير وتسوي ريبير وتسوي هذا، تنطر ينزل يرد يصعد شوي شوي لي 15 كذي، بعدين ترد تحط الفاير تنطر. فالحين احنا بما ان احنا دوو مثلا نوصل 40 30 نسوي فلتش، نحط نقعد راحة شوي يصعد ونسوي، راح تسوي ريبير تسوي هذا، انت امسك يمين انا امسك يسار او whatever. حلو حلو اوكي. بس كبداية راح ندش الحين ناخذ البوشن هذا كونكشن بوشن. اثنين اوكي، خذ اثنين إيه لان مرضنا راح نحتاج اكثر بعدين. اوكي انت اركض الزاويه البعيده وانا اروح الزاويه البعيده، نسوي فاير نرد نسوي فاير تحت نقعد. حلو اسوي بس حطبه واحده ولا احتاج اكثر؟ بس سو لايت، بس سو لايت. اوكي حلو هي. حلو يلا تمام يلا بسم الله سلام. طبعا يا شباب لو انترتو طلع اسهل ما اتوقع، رحت دوو ويا بدر اي بي 1
والله تسلم يو بي 1 الصراحة ما قصرت، شرح لي كل شيء وعلمني يعني شلون نسويها والحمد لله يعني خلصنا التاسك. اني تايم ناو. Combat task completed. والله تسلم الصراحة يو بي 1 ما قصرت، بدونك كان الحين انا قاعد اطالع في اليوتيوب وضايع ما ادري ايش اسوي في هالتاسك، فتسلم والله. طبعا يا شباب صادنت نتنشم شغلة في الريل لايف، فحبيت اسوي شيء اف كي، جيت اجمع موسيكيز في الولدرنس لان افضل يقولون حق الكيز، فنشوف كم كي نطلع ونرجع عليكم. طبعا يا شباب حصلت مفتاحين، واعتقد عندي مفتاحين بعد في البنك، وعندي 1 كي سي مثل ما تشوفون في الشات، فاعتقد كفاية حق كل التاسكات. اذا فيت في كم تاسك وما كفون المفاتيح برجع اخذ غيرهم، فنروح برايفيتا مرش اسمها ونرجع عليكم. طبعا يا شباب طلع عندي 5 موسيكي، فتشد بي مور ذان انوف حق التاسكات يعني، فنروح نسوي التاسكات ونرجع عليكم. طبعا يا شباب اول تاسك عندنا ان نقتلها في فري تو بلاي وورد، فخلنا نشوف ايش يصير ونرجع عليكم. طبعا من زمان ما قتلتها يعني، قتلتها بس مره واحده في حياتي، فما ادري وش السالفه، فمنشوف. وبحاول اسوي تاسك ثاني بعد اللي هو اقتل 2 جهالو بسرعه يعني ورا بعض، منشوف يمدي او لا. خلينا نسوي لهم سيت او ترتاليتون زين، حاول اسوي لهم سيت اخليهم كلهم صوبي حلو، ندمجهم نتأكد بس انهم لو اتش بي. كلهم لو اتش بي بسم الله. Combat task حلو completed. سوينا كومبات تاسك كويك كتر مرة. المفروض يعني اقتلهم دلين كامل يعني، ولا شو السالفة قبل لا اقدر ادمجه؟ ما ادري والله. طبعا يا شباب هذا الكل في فري تو بلاي وورد، Combat task وسوينا completed. التاسكين والتاسك الثالث اللي كويك كتر، فنشوف التاسكات الباقي ونسويهم في منبر وورد ونرجع عليكم. طبعا يا شباب هذا المفروض التاسك اقتلها وبروتكت ميج Completed. اكتيف. حلو كم بجيب العيد وانا ما عندي الا مفتاحين بس في تاسك اقتلها والبويزن يكون اخر ضربة يعني. كان بجيب العيد يا شباب بستعمل كل المفاتيح وانا ما شفت هالتاسك اني اقتلها والبويزن اخر ضربه، راح اجيب بلو باي بسرب ومنحاول ما دام عندي بس مفتاحين، فنجيبهم ونرجع عليكم. Combat task completed. Combat task completed. طبعا يا شباب خليته يتسمم على راحته، واستوى التاسك اللي هو اقتل بويزن، واستوى التاسك اللي هو مال 5 كي سي، فكملت حاليا تاسكات البرايوفيتا. فحاليا بروح اجمع الجاينت كي من الهيل جاينتس وطالع جايد حق تمبورس لان ولا مره سويته، فبنشوف الوضع ونرجع عليكم. صار لي 40 دقيقه اف كي هني في زي يا شباب وما حصلت الا واحد جاينت كي، حصلت 2 لونج بون وجينت تشامبيون سكرول. اعتقد بروح اسوي شيء ثاني وبرجع هني متى ما احتجت ان اسوي شيء اف كي، فنشوف وش بنسوي وبرجع عليكم. جيت اقتل هيل جاينت وموس جاينت وفاير جاينت هني يا شباب، طلع تاسك هني واقتل فاير جاينت هني بروحه تاسك، ف الحين بروح اقتل شامن بعد في تاسك تقتل شامن بقتله وبرجع عليكم. طبعا يا شباب التاسك اقتله بدون ما ادمج وانا ما شلت الشي زين ارمور، بل هو كذي من يضرب بتحرك وش سوى انا بعد. خلنا نشوف كيف نقتله. ووب ووب اوكي نط حلو ووب خله ينط احسن ووب. احلى قتلة شامن سويتها في حياتي. اخ المفروض هذا التاسك حلو حلو حلو
شباب جيت وورد تمبورس ما في احد ما في الا ثلاثه مره كم مره بديت جيم وهم اوريدي في جيم انا ما ادري فبتشوف وش التاسكات اللي اقدر اسويهم برجع عليكم. سويت تاسك يا شباب اصلح هذا اللي هني اقول لكم ولد وش صاير اللي وياي يسوون شغلهم وانا رايح. شباب اقول لكم مار وش صاير في الجيم خلصت كيسي وانا مار وش صاير في الجيم فحصلت هالتاسك وهذا التاسك اللي اخلص تمبورس وانا لابس انجلر اوت فبحاول اخلص تاسكات بعد برجع عليكم. انا مار وش صاير في الماس وورد يعني مار هم اوريدي في جيم وانا دشيت جيم في ثاني او ما في احد بحاول اسوي سولتون طالع قايد اعتقد ام ريدي اعتقد لان جت العاصفه شباب بس اربط روحي فيه في هذا وخلاص. في بلاجن يروين الحريقه شباب احتاج اطفي 5 حرائق حق تاسك ف بس بخليهم في الكنون برجع عليكم. طبعا القايد قص علي شباب يقول لي بتوصل 4% انرجي ما وصلت جيت هنا احاول اوصل 4% انرجي 4% حلو ما رش صار هني بس يلا. اعتقد شباب المفروض ما استعمل كريستال هربون حق السولو لان دلين ما يصير ينطبخون يعتبرون روفش من كذي ما ينزل تشبية للي احتاجه فما ادري بشوف وبخبركم. اعتقد اي هذا تاسك اطفي 5 حرائق فخلصته. طبعا سويته شباب بس ما صار عندي بوينت كفاية حق سويت اخر تاسك لازم صار عندي 10 بوينت فبحاول اسويها وبرجع. شباب اعتقد صد حطت رجعت دراجون هربون حق اسوي الميثود اللي قالها فان شاء الله احصل 10 بوينتس وارجع عليكم. طبعا يا شباب اخيرا طلعت لي جايد من الويكي كل الجايدات اللي في اليوتيوب تعبانه وخلصت التاسك ولله الحمد. خلنا نشوف ايش التاسكات الباقي لنا في تمبوروس. ثواني بس اول تمبوروس لازم اذبحها 5 مرات واسوي لهم لود من الصوبين واذبحها 10 مرات واكمل تاسكات تمبوروس. طبعا يا شباب تمني مسوي تاسك فاير ان ذا هول اشحن الكانونين اللي هني وهني واللي هني وهني ويستوي فبخلص تاسك الكيسيات وبرجع عليكم. طبعا يا شباب هاري 5 كيسي ونخلص 10 كيسي ونرجع عليكم. طبعا يا شباب المفروض هذا اخر كيسي نعم اخر كيسي وبكذي يكون خلصنا تمبوروس. اخيرا يا شباب حصلنا الكي الرابع في هالتريب وعندي 1 في البنك فصار عندي 5 كيز نسوق تاسكات اوبر ونرجع عليكم. طبعا يا شباب اول تاسك بيكون اقتل اوبر في فري تو بلاي وورد. خلينا نشوف شلون القتله في فري تو بلاي وورد. تقتل بس نير تبعد عنه احسن شيء هني ما يندرى. سويت 3 تاسكات شباب في الفري تو بلاي كل اوبر وينز كل اوبر اون فري وورد وكل اوبر وذاوت بينج بوشت باك مور ذان 1 سكوير. نكمل الباقي ونرجع عليكم. طبعا يا شباب عقب القتلة خلصت كل الايزي تاسكس بس المشكلة فيلت شو اسمه السكواشنج ذا جاينت لازم ما اخذ دمج بطالع عليها فيديو لانه ما عندي الا كي واحد باقي. بسم الله شباب بنروح بنروح بدن بسم الله. مارش صار بس دين بعد كلو اضرب اوه الحمد لله الحمد لله خلصنا اوبر يا شباب. اوه طبعا يا شباب قربنا نخلص السيريز خلصت كل تاسكات الايزي تاسكات الميديم باقي لي تاسكين خلنا نشوفهم انكمبليت. باقي لي ماسكوتيزي ما عندي ولا توتم للاسف يبقى لي اجمع توتمات وعندك الهارد باقي لي اغلبهم مال سير وجروتس جاردين وكراكن يعني باقي بوسات للسلاير.
طبعا خلنا ناخذ الريورد هني مال الايزي، شو اسمه الايزي تاسك. اعطاني الريورد واكس بي لام تحطه بالاجيلتي. طبعا يا شباب لهني نكون وصلنا لنهايه الفيديو. الفيديو الجاي ان شاء الله تكون الحلقه الاخيره في السلسله، ويكون اغلب شيء يعني اسوي توتوريال سكيبنج حق اطلع التاسكات واجمع التوتم. فخلكم وياي في الحلقه الجايه ونشوفكم ان شاء الله على خير.